عروسة. مين عروسة؟ انا. وحشتونا جدا. حبينا بقى النهاردة نرجع لكم بحاجة قوية، هنحتفل مع التيم بالخطوبة. مي جايبة ايه بقى؟ شربات. جابت الشربات. شربات. وده اهاب زغرق، وده الوزير، وده ياسين العبيط. فاستنوا بقى شوفوا ايه اللي هيحصل في اليوم، خليكم معانا. تسلم ايدك. الله يسلمك. شربات خطوبتنا. مين عروسة؟ انا. انت عروسة؟ يا ابني انت بتعمل ايه انت؟ ببص على الشوكولاته. يا اسطى في ايه يا اسطى؟ ما هنشرب لازما بقى ايه بعد الشرب؟ اه ما هناكل الشوكولاته فلازما نشرب. ماشي. يا عم لسه في فراخ جايه. في ايه يا حبيب قلبي؟ مش عايزين الحاجات دي. ايه بقى الكلام ده؟ لازم نغذيهم بمناسبه خطوبتنا. ايوه مين اللي قال كده؟ في ايه البخل دخل؟ بخل ايه؟ ايوه انت عند بتقولوا كده عشان الفيديو صح؟ لا احنا نغذيهم عشان خطوبتنا عيد. مين اللي هيغذيهم؟ احنا. احنا بقى لا انت. انت العروسة. ايه يعني عليك هي اللي تدفع يعني؟ ايه؟ يعني هي هتدفع. مش هينفع بقى. هو انتوا يا جدعان انتوا معاها ولا معاها؟ ايه؟ احنا مع ال ده الصح. هو ايه ده اللي انا مستغنى عن الشربات مش عايز. استنى ايوه. انا عايز العزومة. احنا مع الحق. الاثنين. ايوه انت شايف ايه؟ ناخد الاثنين. انا شايف ان هي كلامها صح. يا جدعان انتوا صحابي. اه طبعا. كلامها صح. بحر الصح بحر. صح ده الصح. هو الناس ديت مش بتتعب معانا، اهب بيزغرط، دول بيسقفوا وبيفرحوا لنا. لازم نكافئهم. انت المفروض تطبخ. ايوه طب. انت اخويا اللي لا ده بقى بص ده ابني وحبيبي وكل حاجه في الدنيا والله بره انت اخويا وحبيبي وكل حاجه بس الاكل برضو فاهم بحر والله يجيب علينا شويه عشان الوزير خد الكادر كله بقول لك ايه زغروطه عشان الخطوبه بعدين يلا ادي زغروطه بقى ادي زغروطه يا بونز بقى هاب زغروطه واحدة ربنزل واحدة ربنزل 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 ودي الاحتفالات جاية من بعيد مبروك الله يبارك فيك يا ملوكة مبروك يا مايا قولوا 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 مبروك على الخطوبة مبروك على الخطوبة هاي ملك هاي هاي ايه ده شربات اه شربات اوكي يا ابني في وش وزير والله ما همنتش الحتة دي ليه؟ هجيبك بقى وانت بتاكل وبتشرب وبتعمل كل حاجه لا ما انا قاعد فريش معاك ده اسود ده فيه ميه ورد في ايه ميه ورد هو ده هو ده هو ده شربات شربات يا نور بجد قول لي انت جايب لنا دواء دواء كحه ده عامل ازاي عامل دواء كحه على شرباتي عامل شرباتي عامل شرباتي انت جايب شرباتي شرباتي اسمع دي اسمع دي السلام عليكم ايه ثواني شربات تحس ان هي عامله على ايديها الفنتو ايه الفنتو مش عارف ارفع بقى بقول لا يا اسطى بس والله كده كتير اقسم بالله والله العظيم ده جايب لكم وصفات بقول لك ايه فريت عملت ايت شوكليت لا انت جايبه انا عرفت انت جايبه الخلطه دي ايوه بقول لك ايه قولي بقى للناس وصفه الشربات جايبه منين قولي جايبها من عند حد كنت شايفاه بيعمل بطاطس مقرمشه وكان بيعمل حاجات السلام عليكم عرس وشربت بقى هايبر حلوه بتاعتي بس عارف حاجه بابا حلوه ما ينفعش انا ما ينفعش تعرف اللي ينفع مع الحاجات دي يا وزير اقسم بالله طب محشي ورق عنب لا هنجيب فراخ يا نهار ابيض فراخ النهارده الاكل على البحر ولا منبار منبار اصلا اصلا بحر بيعرف يطبخ هاي تعالوا والله وربنا يسهل شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه ونعمل لكم عزومه هو اللي هو احنا بنشوفه في البيت هو هيطبخ يا جدعان بقى الكلام ده حارس وضوء على طول مع ست البنات هذه مين ست البنات اهي ست البنات اهي هذه ايه هذه ست البنات ما يشيلش اي حاجه ما يشربش اي ليه قصرتي شعرك ادوق بقى يا جماعه شربات فرحي ست بيت واخد ست بيت والله ايوه كل ده عشان هبت شربات لا 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 ما اقولكوش ايه هي اللي عاملاه هي اللي ايوه خففته النهارده ده بحر لازم العزومه بقى عشان ايه نعرف الحوار ده عزومه ايه هو عليه عزومه والله والله ابدا والله ما انسى العزومه دي والله صحابنا ولازم نقدرها حتى ما جابليش زيز البيبس لا عادي الناس اللي على اليوتيوب دول اخواتي انا عليها فلوس والله عليها فلوس يا جماعه انتوا مش غرب عادي انا ما بكسبش عارف ايه ست البنات فلستوا ايه فلستوا ست البنات انت قاعد بقى بتدرس في الجو ولا ايه؟ انا واخد ست بيت متكامل والله يا جماعه مش عشان هي خطيبتي ولا عشان احنا بنصور فيديو يوتيوب بس اكل تلاقوا شربات تلاقوا عصاير تلاقوا
كل حاجه موجوده. غسيل غسيلها فله. بص أيوة. الابيض ساحه الكلام ده. ايوه حصل. بيديني هدوم مختلفه. انت بتفتحيني على اليوتيوب؟ ايوه هي اللي بتديني هدوم مختلفه. لسه طنطم بيقولي مش عارفه. بس يا جماعه بقى فهنكمل بقيه اليوم ونجي لكم تاني. وصلنا لنهايه الفيديو زي ما انتم شفتوا اللي حصل في اليوم. فين الهدايا اللي جات لنا دي؟ الهدايا من التيم اروتي اروى وملوكه. ملوكه لسه في هدايا ثانيه ما جابوش. هيقبضوا يا جماعه والله الدنيا يعني مش بخير معاهم. استنوا مننا بقى فيديوهات كتير قوي على القناه انا ومي. هتشوفوا بقى خروجاتنا ويومنا وكواليس التصوير وكل حاجه انتوا بتحبوها. وما تنسوش المقالب. هغرقوا مقالب. مقالب احنا ما اتفقناش على كده. لا انا اتفقت على كده. استنوا كله جديد. وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو ده وتعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي بننزلها. واعملوا كومنتات كتير. واقول لكم على حاجه حلوه، اكتر حد هيعمل كومنتات على الفيديو ده هعمل له شير عندي على الانستجرام، ولو بنت شير عند مي على الانستجرام. حصل. احبكم. باي.